برجوعك برجوعك يا أغلى الأحباب طاب الملأ فينا طاب برجوعك يا زفين يا أغلى الأحباب طاب الملأ فينا طاب بأجمل عروسين الليلة رجعنا من بعد غياب No.
مبروك. شكرا رولا وروني، الف مبروك. يعطيكم الف عافيه. شكرا مشاهدينا بطني ورني واجمل زفه بنفتتح الموسم الثاني من برنامج بلا طول سيرة. مساء الخير. موعد جديد ابتداء من الليلة الجمعة 8:30 وحلة جديدة من المواضيع والأفكار بتمنى تنال عجابكن. هالزفة اللي بلشنا فيها منا ضمن فقرات البرنامج، بطمنكن ما رح ادخل كل مرة بزفة، خلي يكون هيدا الشيء واضح. البداية الليلة كانت على شرف زميلتنا ببرنامج عالم الصباح عروس المستقبل الزميلة رولا بقسماتي اللي دخلت القفص الذهبي مع روني أبو صعب بعرس أقيم بميكونوس. هيدا كانت طريقتنا لنفرح برولا وروني ونقلن باسم تلفزيون مستقبل ألف مبروك، ولنأكد أنه على الرغم من كل شيء، على الرغم من كل شيء، الأفراح رح تبقى عامرة ببيوتنا، لأنه بما أنه الأجواء بالبلد بدنا نحاسب وطلعت ريحتكن، إيماننا كبير بأنه المستقبل على الأكيد رح يكون أحسن. الليلة الحلقة حلقة تمهيدية وخاصة، بعد شوي منعرفكن على الفقرات الجديدة والطريقة الجديدة اللي رح نعالج فيها المواضيع اللي بتهمكن وبتهمنا. غرفة العمليات وفكرة الكواليس المفتوحة مباشرة على الهواء اللي تميزنا فيها بالموسم الأول رح نطورها بالموسم الجديد، منخبركن كل التفاصيل خلال الحلقة بعد شوي، خليكن معنا. قبل شو مواضيعنا لليلة منشوف مع الزميلة كارول غلام من غرفة العمليات. كارول مساء الخير. مساء الخير زفان. صراحة ما بقى مركزة وما بقى عارفة عن شو بدي احكي لأنه انبسطنا برولا أول شيء. بدنا نشكر فرقة أفراح جروب على هيدي الزفة وعلى البداية الحلوة للموسم الثاني من البرنامج. أول شيء خليني أقول إنه هيدي كانت مفاجأة الغنية، يعني ما كنا منتظرين إنه يكون فيها أول شيء زفان بالبداية وبعدين لعيونك. بدي من كل قلبي أقول لأفراح جروب شكرا على هيدي المفاجأة الكتير حلوة، شكرا على المجهود اللي قمتوا فيه. صح، ومثل ما انت قلت زفان انه هيدا الحلقه هي حلقه تمهيديه، نحن ما راح يعني نحن والمشاهدين راح نتعرف على كل الفقرات اللي راح تغيرت هيدا الموسم من بالبرنامج تباعا خلال الحلقات القادمه. هيدا الحلقه راح نتعرف على بعض التعديلات، من مثلا غرفه العمليات دخل عليها طرق عليها تعديلات كثيره. بس قبل ما احكي عن هول كلهم، للي عم بيسال حاله شو عم بيصير ورايا، انا عاده وراي دائما اسود وهيدا الساعه اللي انا بحبها كثير، وراي هلا في الفنان التشكيلة فيليب فرحات. فيليب يلي العالم عرفوه من خلال جدار العار بمظاهرات طلعت ريحتكن. فيليب الليلة بدنا نرحب فيك باستديو بلا طول سيرة. شو ليه انت معنا اليوم وانت العالم عرفوك وحبوك وحبوا شغلك وكل الصحافة العالمية واللبنانية تهافتت لتشوف انتو شو عملتوا؟ تانكو. انا عادة شغلي دارس ار بلاستيك وهيك بعبر، وقلي فترة هلا عم بشتغل الشيء اللي بيشبه يلي صاير هلا بالبلد. يعني انت وقتها ليش نزلت على، يعني انا عندي حشرية اعرف كيف قررت تنزل اول ما حطوا هذا الجدار وليش قررت ترسم هالرسمات؟ انا نزلت اول شيء لانه قبل بليلة كان في ناس تحت وصار في مشاكل من دسين، طلعت القصة من كل الطبقة السياسية كل الاطراف، يعني انه هيدول المظاهرة لناس نازلين يتزعرن او شيء تحت، وشفتوا عم بيحطوا الحيط يلي هو وحاله انه كيف هن عم يفصلوا حالهم عن الشعب يلي هو طلعهم اساسا والحق عليه. هلا هذا مش جدار العار. لا هذا مش جدار العار. شو مش جدار العار؟ عم برسم شيء يعبر عن ما بدنا نسميه جدار العار، بدنا نسميه تاتو للي بديكور بديكور البرنامج اللي راح يخلد ويحفظ ذكرى حمله طلعت ريحتكن وهالحمله المدنيه وهالمسار الشعبي اللي شهدته بيروت خلال الشهر الماضي. يعني الحلقه الاولى كان عبالنا نحكي بهذا الموضوع بس لانه اعتبرنا صار في كثير حكي على التلفزيونات وشوي زهقته، ولانه ما بدي يتحول الموضوع طلعت ريحتكن الى ماده ترفيهيه على التلفزيون، قررنا نعمل شيء مثل تاتو كانه تاتو على جسمنا. بس ما دام نعمل طلعت ريحتكن تاتو على جسمنا، قلنا بنعمله تاتو بديكور البرنامج، واحسن شيء يشاركنا بهالتجربه كان فيليب فرحات اللي منرحب فيك فيليب. وبعتقد يعني مثل ما فهمت بدك تضلك على كذا حلقه لتخلص هالجداريه. هيك مفروض الهيئة بقى تاخذ شي جمعة بعض. صح، لكن نحن الأسبوع الجاي رح نشوف. نحن الأسبوع الجاي بس بتتحملوا الريحة جوا على كل الأحوال.
الاسبوع الجاي نحن زفان مبدئيا لازم نشوف نهايه رسمه او شو رح يرسم لها فيليب، بس انا خليني اخبر المشاهدين قبل كيف طورنا فكره غرفه العمليات. بهيدي الغرفه بطلت بنهايه البرنامج، رح نفتتح فيها البرنامج ورح يكون فيها حصاد الاسبوع، يعني ابرز الاحداث يلي لفتت انتباهنا ولفتت انتباهكم انتم خلال الاسبوع، ان كان احداث سياسيه اجتماعيه بلبنان وخارج لبنان. مثلا هذا الاسبوع ما فينا نغيب عن احداث 11 ايلول، اليوم 11 ايلول، ما فينا نغيب عن هالاحداث، ورح يكون معنا زميلنا محمد حجازي من نيويورك باتصال مباشر صوت وصوره حتى يخبرنا شوي عن اللي عم بيصير هونيك. كمان هذا الاسبوع رح نحكي، ما قدرنا نغيب عن صوره الطفل السوري، حتى لو مرق وقت عليها، ولا بقول لك ما رح كمل لك كل المواضيع اللي رح نحكيها بغرفه العمليات، رح تكون تباعا فاذا بهاي الحلقه، وما رح نبدا فيها مثل ما قلنا لانه هي حلقه تمهيديه وحلقه سبيسيال. بس مين الضيوف كارول؟ على قليل نعرف مين الضيوف اللي جايين. بالفقرات رح نحكي عن ديكار بلاطون سوريا اللي بقي حاضر مع المشاهدين على الرغم من انه غبنا خلال شهر رمضان المبارك. رح يكون معنا بهذه الفقره الناقد والباحث عبيدو باشا والممثل وجيه صقر، وكمان رح يكون معنا، ما رح نقدر نغيب عن ملف النفايات خاصه وانه اليوم كان في مظاهرات لمنع اقامه مطامر جديده. نحن صراحه جربنا نغيب عن موضوع النفايات وموضوع كل الحراك، بس بعتقد ما رح نقدر ومش لازم. بقى رح يكون عندنا فقره مخصصه لمناقشه موضوع تقرير الحكومه وخطه الحكومه لمعالجه موضوع النفايات. صح، ورح يكون معنا ضيف فيها رئيس جمعيه البيئه نادر النقيب، ورح يكون في اتصالات مع مؤيدين ومعارضين لخطه الشهيب، وكمان رح يكون عندنا جوله بابرز اخبار الاسبوع، ومثل ما قلت ما رح ابقى احكي عنهم كثير. وبنهايه الحلقه رح يكون فقره جديده، رح يكون في فقره جديده بعنوان ميت ماي فريند او كن صديقي، خلوكم معنا حتى تعرفوا تفاصيلها. شكرا كارول، ما بدي انسى انه الخط الساخن بعده ساخن، اذا عندكم اي مشكله او فكره او اقتراح بتحبوا تشاركوا معنا فيكم تتواصلوا معي او مع فريق البرنامج على الرقم الساخن 71106111، وكمان عبر zavanonline.com وكل عناويننا على شبكات التواصل. موقع تلفزيون المستقبل على الانترنت هو futuretvnetwork.com. للمشاركه بالحلقه مباشره على الهواء الارقام هي 01484870 أو 80. استراحة ومنرجع للعروسين رولا وروني. بلاطول سيري مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01 48 48 80.